بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. زيادة الوزن بشكل صحي في أسبوع واحد فقط بالشوفان، ولكن الشوفان في هذه الوصفة ليس بالشوفان العادي والمستعمل بشكل يومي. هذا الشوفان هو عبارة عن مزيج من شوفان وحبوب، 60% من الحبوب رقائق شوفان، ويحتوي كذلك على رقائق الشعير، يحتوي على دقيق الذرة وفتات الذرة، وكذلك يحتوي على الشوكولاتة. لاحظي معي هنا حبيبات الشوكولاتة مع هذا الشوفان الخاص بزيادة الوزن، وهو صحي 100%، ويحتوي كذلك على الكاكاو وزبدة الكاكاو، وكذلك يحتوي على رقائق جوز الهند ودبس قصب السكر، وكذلك هو يحتوي على خلاصة الشعير، وكذلك قلت قطع الشوكولاتة الشوفان بالشوكولاتة، هذا الشوفان بالشوكولاتة، وهو يحتوي على سعرات حرارية عالية جدا. الشوفان أو الخرطال بما يسمى في بعض الدول أو القرطمان هو نوع من أنواع الحبوب، وهو منتشر في كل أنحاء العالم، يستخدم في التغذية، ويتم تناول حبوبه في وجبة الإفطار وتناوله مثلا كمشروب بعد إضافة ملعقة طعام كبيرة من حبوب الشوفان في كوب من الحليب، وكذلك يمكننا استخدامه في العديد من أنواع الحلويات. يحتوي الشوفان على كمية من الكربوهيدرات، الحديد، فوسفور، نشا، فيتامين بي، ويحتوي أيضا على دهون أكثر من تلك الدهون الموجودة في الحنطة، والملعقة الواحدة منه فقط تحتوي على 80 سعرة حرارية. لذلك الشوفان له دور كبير، خصوصا هذا النوع من الشوفان، في زيادة الوزن وبشكل صحي. يساهم في زيادة الوزن عفوا بشكل صحي، لأنه يحتوي على عناصر غذائية مهمة جدا للجسم، إضافة إلى سهولة هضمه. والشوفان من الأغذية الصحية التي تزيد الوزن. لمن طلبوا مني وصفة لزيادة الوزن في أسبوع واحد فقط، خصوصا مع الدخول المدرسي والاجتماعي وللعاملات وللطلبة في جميع الأطوار، خصوصا طلبة الجامعة، حيث يحتوي الشوفان على كمية كبيرة قلت من المعادن الألياف، والتي تساعدكم بحول الله على التخلص من التعب والإرهاق نتيجة قلة تناول الوجبات الغذائية. وكذلك الوصفة هذه تحتوي على عسل نحل، عسل النحل، يمكننا إضافة عسل النحل في هذه الوصفة لمن يتوفر لديهم عسل النحل. الوصفة رائعة جدا ومئة بالمئة صحية. نأخذ كذلك الشوكولاتة، شوكولاتة الدهن، شوكولاتة الدهن 2 ملاعق طعام كبيرة من شوكولاتة الدهن. لمن لا ترغب في استخدام شوكولاتة الدهن، يمكنك تعويضها بالزبادي أي اليوغورت الكامل الدسم، أو استخدام الحليب الكامل الدسم. نأخذ علبة نضع عليها قلت 2 ملاعق من الشوكولاتة الدهن، ونضع 4 ملاعق طعام كبيرة من الشوفان. هو متوفر وسعره في المتناول. نخلط المكونات ونضيف قلت ملعقة طعام من عسل نحل أصلي، ونخلط جيدا.
حتى الحصول على هذا الخليط. طريقة تناولها: نأخذ ملعقة طعام كبيرة من هذه الوصفة صباحا مع وجبة الإفطار، وليلا قبل النوم مع الغذاء العادي، وستتحصلين على الوزن المرغوب بحول الله 5 كيلو في أسبوع واحد فقط إذا استخدمت هذه الوصفة، وصفة الشوكولاتة، شوكولاتة الدهن مع العسل. يمكنكم تعويضه بعسل الشفاء المتوفر، ولكن عسل النحل طبعا هو الصحي والمفيد لأجسامنا. هذه الوصفة يمكن للحوامل النحيفات طبعا أخذ هذه الوصفة، هي صحية وآمنة، كذلك المرضعات، كذلك الأطفال الصغار يحبون جدا تناول الشوكولاتة، وهذه الوصفة صحية لهم خصوصا مع الدراسة. وكذلك الرجال من يعانون من النحافة يمكنهم أخذ هذه الوصفة. استمري على أخذ هذه الوصفة حتى تصلين إلى الوزن الذي ترغبين فيه أنت. بالأخير لا تنسوا الاشتراك بالقناة ومشاركة هذا الفيديو حتى تعم الفائدة. أترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.